استطلاع حول المتقاعدين في ليبيا خروجهم من العمل أو من الحياة. اطلعنا للشارع وسألنا المواطنين كيف يقضي المتقاعد يومه، هل أثر عليه وقت الفراغ بعد أن كان يملأه بالعمل، كيف يقاوم المتقاعد الروتين الحياة. خلونا مع بعض نسمع رأي المواطنين في هذا الموضوع. نطفي في الضي ونحي في الدفايات من الضي وخلاص وبذي، يعني بيشد عليهم في الهوش، شد عليهم في الحوش. هل ممكن أن يأثر عليها أوقات الفراغ؟ ليه لي حسب، في اللي عنده حاجة لايفة وفي اللي يأثر عليه مكسد وخلاص. كيف يقدر يقاوم الروتين الحياة اللي يعني ينظم نفسه أنه بيبدأ ماشي بهذا الروتين، كيف يقدر يقاومه؟ ليه لا يراف حاجة يشوف أين حاجة يلافها يتنباك، في اللي عنده خدمة تانية، في اللي عنده سعي، في اللي عنده حاجة يلافها الحوش. هل يأثر عليه أوقات الفراغ اللي بيمر بها بعد ما كان إنه هو يشتغل بشكل يومي؟ أكيد طبعا، هذه من ناحية نفسية إنه هو كان يقدم في شيء، تو ماشي يقدم في شيء قاعد في الحوش، يعني عاها يعني زي ما نقول، تحس يحس بنفسه. كيف يقدر يقاوم المتقاعد روتين الحياة اللي بيمر به؟ ممكن يشوف شيء يلها فيه، يعني إنه يكون رياضة، اهتمام، برنامج، أي موضوع يعني يقدر يشغل نفسه به يعني. لأن محمد رسول الله بيحاول إنه يوفر وقت يشغل نفسه به. تشوف إن المتقاعد أثر عليه أوقات الفراغ؟ أكيد يأثر عليه.